السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سوبر هيلسي. أنا الدكتور أحمد البجوري، المشرف المؤسس لعيادة سوبر هيلسي. اللي ما يعرفش مين سوبر هيلسي، تفضلوا زوروا موقعنا على السوشيال ميديا وتعرفوا إحنا مين إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 في حياة كل واحد فينا، وهو نقص التغذية، مال نيوتريشن أو عجز في التغذية. النهاردة هنعرف كل واحد فيكم هيعرف عنده عجز في التغذية ولا لا. عندنا 8 أسئلة هنقولهم وهتجاوب بنعم او لا، وفي نهاية الفيديو هقول لكم ازاي تعرفوا ان انتوا عندكم عجز ولا لا، وان شاء الله هنقدر نساعدكم ان انتوا تتخلصوا من العجز ده. تمام، بسم الله نبدأ. هل انت من الناس اللي بيجي لك عدوى بسرعة؟ بمعنى بيجي لك زكام وكحة واعراض للعدوى بسرعة، زي مثلا لو قعدت مع واحد عنده زكام او عنده برد ويدوب لما روحت البيت لقيت نفسك عندك برد كده، يبقى انت خدت عدوى سريعة. طيب لما بيجي لك العدوى ده، السؤال رقم 2، لما بيجي لك العدوى هل تقدر تخلص منها بسرعة ولا بتطول معاك؟ يعني لو العدوى بتطول معاك مثلا اكتر من 5 ايام، اسبوع اسبوعين وهكذا، لا يبقى انت عندك العدوى بتطول وبتاخد وقت، يبقى اجابتك هتكون نعم. طيب نمرة 3، لو بيجي لك عدوى هل العدوى بتتكرر معاك كتير؟ مثلا يعني زي الهيربس، زي مثلا الزكام بيجي لك كتير، بيتكرر معاك كتير، بيجي لك دايما حبوب في الفم، حبوب في الاذن، وجع في الاذن بيتكرر كتير. لو الإجابة نعم، لو بيحصل لك كده كتير، يبقى الإجابة نعم. طيب نيجي للسؤال رقم 4، هل لو انت اتخبطت في الجلد خبطة ضعيفة بسيطة وبعدين حصل زرقان في الجلد، لو حصل كده يبقى الإجابة نعم. طيب هل لو حصل قطع في الجلد هل الالتئام بيكون سريع ولا بطيء؟ لو التئامك بطيء بياخد وقت طويل في الالتئام، يبقى اجابتك نعم. طيب هل بيحصل لك حبوب كتير، بيطلع لك حبوب كتير في الجلد، في الوجه، في الجلد؟ هل الجلد عندك جاف؟ دايما تحس ان الجلد جاف؟ هل التجاعيد عندك زيادة عن سنك؟ يعني انت مثلا عمرك 30 سنة والتجاعيد اللي عندك بتاعت واحد عنده 50 سنة او 50 سنة او 60 سنة، او مثلا واحد عنده 50 سنة بس التجاعيد بتاعته كبيرة جدا، اذا في السؤال ده الاجابة بتاعتك هتكون نعم. طيب السؤال اللي بعد كده، هل لما بتمارس الرياضة بتحس بارهاق او تعب شديد على طول؟ لو بتتعب على طول بعد الرياضة او بيحصل لك اجهاد شديد بعد اي ممارسة من بعد ممارسة الرياضة حتى لو فترات قصيرة، يبقى الاجابة بتاعتك نعم. طيب هنيجي للسؤال الاخير، هل انت وزنك زائد عن الطبيعي؟ طيب اصلا ازاي تعرف ان وزنك زايد عن الطبيعي؟ هتبعت لنا في رساله خاصه طولك وزنك وعمرك، واحنا ان شاء الله هنرد عليك بالوزن المثالي. طيب احنا دلوقتي قلنا 8 اسئله، لو اجابتك من 1 ل3 يبقى انت عندك نقص بسيط او عجز بسيط في التغذيه، اما لو اجابتك من 3 ل5 نعم، اذا فانت عندك عجز متوسط الحديه في نقص الغذاء او المال نيوتريشن. طيب لو انت بقى 5+ او من 5 فيما فوق، اذا انت في وضع حرج جدا وانت في الضياع، يبقى لازم تقف وقفة كبيرة مع نفسك وتبدأ تنتبه وتتواصل معانا علشان نقدر نساعدك بالعلاج بالغذاء، نبدأ نحط لك نظام غذائي يساعدك ان انت ان شاء الله بإذن الله ترجع لحياتك الطبيعية وترجع للأمور الطبيعية بتاعتك. طيب دلوقتي سواء اجابتك كانت 1 او 2 3 لحد 9 او لحد 8، هتبعت لنا رسالة على الخاص وان شاء الله هنساعدك عن طريق اسبوع، هنبعت لك نظام غذائي لمدة اسبوع نقدر فيه ان احنا نساعدك على قد ما نقدر، مع العلم ان اسبوع واحد مش كفاية، بس احنا هنديكم اسبوع واحد مجاني بحيث نحسن معاكم ونقدر نساعدكم على قد ما نقدر. شكرا لكم، نشوفكم في مرة تانية. سوبر هيلثي، تغذية فائقة من مصدر ثقة. تنسوش لايك شير سبسكرايب فولو لو عجبكم الفيديو، طبعا هتنشروه.